السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نديرو درس جديد، وهذا الدرس هذا تتمة ديال الدروس اللي درنا من قبل. كنا الدرس الأول فصلنا الجهة الخلفية، والدرس الثاني فصلنا الجهة الأمامية، والدرس الثالث فصلنا الأكمام. غادي يبقى لنا القب باش نكملو الجلابة ديالنا. بالنسبة للقب، يعني كنشدو التوب ديما، كنحاولو أنه نقادوه باش يجينا التوب من هنايا، القب من هنا مسدود، كنحاولو ما تجيش داك الحلة هاديك. مهم، غندوزو للتطبيق. بالنسبة للطول القبض، عندنا قاعدة كنديرو ديما الكتاف زائد 3 سنتيم، إذا عندنا 2.41 سنتيم زائد 3 هي 44 سنتيم. ها هي، غادي نديرها وغنتراسي الخط ديالي. ها هي 44 سنتيم. بالنسبة لعرض القبض، كنديرو فيه 30 أو 29 على حساب القب كي بغيناه صغير غنديرو فيه 28، بغيناه كبير يكون شوية عريض غادي نديرو فيه 30. حنا قدينا الإطار ديالنا، هذا هو الطول ديال القب وهذا العرض ديالو. كنجيو كنطلعو من لهنا لهنا ب11 سنتيم، هاهي، وكنديو لهاد النقطة هادي، كنطلعو من لهنا لهنا ب11، وكنديو هاد النقطة هادي، كنجيو هاد المسافة هادي كنقسموها في النصف، وكنشدو عاوتاني المسافة هادي كنقسموها في النصف، وهادي كنقسموها في النصف. كنجيو من لهنا لهنا كنطلعو بجوج سنتيم، هاد اللولة هادي كنطلعو بجوج سنتيم، وكنخليو هاد الوسط المركز كنخليوه، وكنجيو لهنا كنطلعو بسنتيم ونص، وكنتراسيو القب ديالنا. كندوزو هنا، كنعاودو نرجعو نخرجو هنايا، وهكا كنكون تراسيت القب ديالي. وقبل ما كنقطعو ضروري كنثبتو بليزيبانكل، هاد ليزيبانكل أو الفنيتات ضروريين، معمركم تجيو تقطعو التوب وتديو تخليوه هكا. باش نتاكد بان القب ديالي راه غادي يجيني، كنبدا يا اما بجهه الامام او الخلف بحال كنجيو لهادي، هذا هو التقويره ديالنا، كنجيو لهاد راس التقويره هادي وكنحطوه، يعني وكنديروا علامه، يعني غيوصل لينا حد هنا. موراها كنشدو الجهه الخلف، ها هي، وكنجيو هاد التقويره ديالنا وكنحطوه لديك العلامة اللي علبنا وكنتبعو، إذا جانا القب حتى هنايا. ديال فاش كنعرفو العرض اللي غادي نحتاجو، كنجيو هاد النقطة هادي مع النقطة هادي وكنديرو خط. إذا هكا كنكون أنا ساليت القب ديالي. اذا ها هو القب ديالي، كتكون نورمالمون خياطه هنايا، كنخيطو كيجي متلت هكذا. كنكونو سالينا الدروس ديالنا ديال التفصيل ديال الجلابة والطريقة ديالها.